أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا عن المسارعة في الخيرات وإلى أعمال البر والطاعات. ما زلنا نحن المغاربة على غرار سكان العالم نعاني من جراء هذه الجائحة فيروس كورونا، ولا زالت الأوضاع لا تسر، ولكن رحمة الله تعالى أوسع. هذا الحظر الصحي الذي فرض على الجميع جعل فئات من مجتمعنا تعاني ولا تزال تعاني من الفقر ومن الحاجة، وتعاني خصوصا من عدم إيجاد لقمة عيش نظيفة لأهلها ولذويها. ومن ثم صار واجبا علينا أجمعين أن نضاعف الجهود وأن نسارع في الخيرات وأن نتسابق في الطاعات، أولا إرضاء لله سبحانه وتعالى، وثانيا إنقاذا للأرواح البريئة، وثالثا لإطعام البطون الجائعة. الحمد لله والشكر لله، لحد الساعة نحن في المغرب نسير في الخط الصحيح، وقد سرنا عالميا ينظر إلينا نظرة إعزاز وافتخار وإشادة، فما قام به المغاربة قيادة وحكومة وشعبا مبعث للفخر والاعتزاز، سيكون لنا إن شاء الله تعالى الآن وفي المستقبل وعبر التاريخ. لكن هذا لا يعني أننا ينبغي أن نتوقف، علينا أن نستمر في المسارعة في الخيرات والمسارعة في المكرمات، وذلك استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا جميعا ويقول: يا عبادي سارعوا سارعوا. ما يقع الآن هو رغبة في المسارعة. نتسارع إلى أين؟ لمغفرة من ربكم. كل من ينفق وكل من يعطي وكل من يبذل جهدا إنما يحصل على رضوان الله ومغفرته وإكرامه. والجزاء جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سمى الله سبحانه وتعالى المسارعين، سماهم متقين لأنهم ينفقون سواء ظاهرا أو باطنا، يعطون القليل أو الكثير. الذين ينفقون في السراء والضراء، ورغم الجائحة التي تفرض علينا مجموعة من السلوكات قد تؤثر على صحتنا وعلى نفسيتنا، ومع ذلك نصبر ونحتسب ولا نيأس ولا نقنط من رحمة الله. وهذا معناه الكاظمين الغيظ، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بشارة من الرحمن أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن محبته وعن افتخاره بعباده لأنهم أحسنوا، والمحسنين لهم الحسنى وزيادة. وهكذا أيها الأحباب الكرام، نجد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يكرر مثل هذه النداءات لكي يحمسنا، ولكي لا نبقى مكتوف في الأيادي، ولكي نصبر ونحتسب ونزيد في المدد. فيقول جل علاه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. في الآية الأولى من سورة آل عمران قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن في هذه الآية الثانية من سورة الحديد قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نسرع ونسارع في الصدقات وفي الأعطيات وفي المكرمات،
خصوصا وأننا نعيش في هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة. هذه ظرفية إن شاء الله سوف تزول قريبا وسوف يأتي الله بالفرج، ولكن الإنسان هنا سوف يحاسب نفسه يوما ما ويقول: لماذا لم أقدم يد المساعدة؟ لماذا سمعت الحجر الصحي فأغلقت علي باب داري وقلت نفسي نفسي؟ وبعد الطوفان سوف يوبخه ضميره كثيرا، لأننا في هذه الظرفية الاستثنائية مطالبين بأن نضع اليد في اليد وأن يقدم القوي منا يد المساعدة للضعيف، وأن يوسع الغني منا على أخيه الفقير. وإذا مرت هذه الظرفية الاستثنائية ربما لم نعد في حاجة إلى المساعدة، لم نعد في حاجة إلى الصدقة، لم نعد في حاجة إلى الهبة، لم نعد في حاجة إلى البر والإحسان ولا إلى التكافل والتضامن. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فحقيقة هذه الجائحة المسماة بالكورونا ما هي إلا مسابقة في منافسة، وربنا عز وجل يتنزه في ملكه وناظر كيف نصنع. المسلمون الأوائل كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا حريصين على أن تكون ترجمة أو حياتهم ترجمة حقيقية لما جاء به القرآن العظيم. فكان الإمام علي كرم الله وجهه يقول: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى. وكان الإمام العابد الزاهد الناسك يحيى بن معاذ كان يقول: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما، قيل ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. هذا العابد الزاهد نظر إلى ما بعد الموت. كل منا يجمع المال، ولكن هذا المال عند موتك ستصدم بحقيقة غير متوقعة، لأن المال الذي عندك سيؤخذ منك كله، لن يبقى أي شيء معك في القبر نهائيا، حتى إن الكفن ما في جيوب، سيؤخذ منك المال كله، والغريب ستسأل عنه كله. لهذا كما الصالحون يعتبرون أن المال إذا لم يؤد فيه زكاته وحقوقه والتوسع للخلق فهو ليس بمصيبة واحدة بل مصيبتان للعبد في ماله عند موته. لهذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك، لا ينفعانك حتى يفارقاك. قد يكون الواحد منا يشعر بقوة وبعزة لأن عنده المال، عنده الدينار وعنده الدرهم وعنده ثقة كبيرة فيهما، كلما كان جيبه ممتلئا ومحفظته عامرة بالمال ورصيده البنكي مريح إلا وتجده يقول: أنا عندي الرفيق وهو المال. لكن بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك، وإذا فارقوك لم ينفعوك بل صاروا هم عبئا عليك، تسأل عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. من أجل ذلك كان الصالحون يسارعون دوما في الخيرات. وحكي عن بعض السهاد وقف على جمع فنادى بأعلى صوته قال: يا معشر الأغنياء لكم أقول استكثروا من الحسنات فإن ذنوبكم كثيرة، ويا معشر الفقراء لكم أقول أقلوا من الذنوب فإن حسناتكم قليلة. هذه موعظة بليغة للغاية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام الصعبة وهذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلادنا المغرب وسائر أقطار العالم بسبب جائحة كورونا، أن نكون أكثر تضامنا وأكثر محبة وأكثر تعاونا، وربنا عز وجل يباهي بنا الملائكة. اللهم أخرج الشح من قلوبنا واملأها يا ربنا بالكرم
وبالجود وبالعطاء.